السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني أخواتي مجددا في هذه الحلقة. في هذه الحلقة إن شاء الله سأشارك معكم عرض رائع وجيد جدا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بإنشاء المدونة الإلكترونية الخاصة بهم على ووردبريس أو أي يعني شبكة أخرى. هناك عرض يعني على شركة بلو هوست، يعني فبمناسبة أو يعني باقتراب البلاك فريداي هناك يعني تخفيضات جيدة. شركة بلو هوست تعطيك العديد من الإمكانيات بحيث يمكنك الحصول على استضافة للموقع الخاص بك عليها أو يعني المتجر الخاص بك، يعني ما تريد حسب يعني نوع الموقع الخاص بك. إذا كما تشاهدون هنا إخوان، شركة بلو هوست تعطيك أوفرز أو عرض به خصم 60%. إذا هذه مناسبة رائعة وجيدة جدا لاستغلال هذه الفرصة والحصول على نطاق من بلو هوست وكذلك استضافة وبعض المميزات الأخرى. شركة بلو هوست فهي معروفة جدا، إذا كنت ترغب يعني بالحصول على هوستل للووردبريس الخاص بك أو شراء دومين أو بروفيشنال سيرفيسز، كذلك بالنسبة للإيميل إذا كنت ترغب يعني بالحصول على إيميل يعني تجاري للشركة الخاصة بك أو للموقع الخاص بك. إذا كما تشاهدون هنا لدينا خصم 60%، لديك هنا فري ميجريشن كما تشاهدون هنا، ولدينا الفري ميلتي ويب سايت مانجمنت يمكنك التحكم في أكثر من موقع، كذلك لديك تخفيض بنسبة 60% of select website plan، يعني إذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء مثلا الموقع الخاص بك، وتخفيض 40% إذا كنت تقوم يعني بإنشاء ستور خاص بك إذا اخترت يعني خطة إنشاء متجر كما تشاهدون هنا. 40% of select online store plan يعطيك خصم، كذلك 30% of select domain إذا قمت بشراء نطاق يعني من بلو هوست. بالنسبة للأسعار يعني، فإذا كنت يعني ترغب يعني بأن تحصل على أكثر يعني أقصى استفادة، فيمكنك أن تشتري خطة لمدة 3 سنوات لأنها ستكلفك يعني مبلغ قليل. كما تشاهدون بالنسبة للسعر الذي سيكون شهريا، كما تشاهدون كان السعر هنا السعر السابق يعني 8.99 دولار، هنا لدينا كما تشاهدون يعني لم يبقى هذا السعر، أصبح 2.65 دولار للشهر، ويمكنك أن تشتري الخطة كما تشاهدون هنا لمدة 36 شهر، أي إذا قمت بشراء هذه الخطة سيكون السعر جيد جدا. 36 شهر هي لمدة 3 سنوات، و3 سنوات سيكون يعني خطة جيدة جدا إذا قمت ب يعني الحصول على هذا العرض من شركة بلو هوست. يعني فقط هذا بالنسبة للبلاك فريداي الذي سيكون يعني في شهر ديسمبر، يمكنك الاستفادة من هذه الأمور هنا إذا كنت شخص يرغب يعني بالعمل وإنشاء مدونة إلكترونية على الووردبريس أو موقع آخر واستضافة موقعي على بلو هوست. كذلك الأمور الجيدة هو أنه إذا كانت لديك مدونة فيمكنك أن تقوم يعني، كما نعرف ووردبريس فهي يعني رائعة بالنسبة لمحركات البحث، يعني يمكنك أن تقوم يعني بأرشفة المدونة بشكل سريع جدا. المحتوى من طبيعة الحال دائما يكون المحتوى مطلوب، يجب أن تختار المحتوى المناسب الذي ستقوم بالعمل عليه لتقوم يعني بالحصول على حركة مرور. يمكنك أن تقوم بإضافة الإعلانات الخاصة بأدسنس يعني بعد أن يصبح لك يعني عدد زيارات جيد جدا، كذلك يمكنك أن تقوم بالترويج في المتجر الخاص بك بمنتجات تقوم بالتسويق لها، أو مثلا تقوم بعمل دروب شيبين أو يعني تجارة بشكل مباشر، وكذلك يمكنك أن تقوم بالترويج مثلا لعروض الشركات أخرى ومثلا كتابة مقالات وتدوينات خاصة بك. إذا هذا إخوان كل ما لدينا اليوم، أردت فقط أن أشارك معكم يعني هذا الموضوع حتى يستفيد يعني الإخوة الذين يرغبون يعني بإنشاء الموقع الخاص بهم على ووردبريس. فبلو هوست فلديه خيارات رائعة جدا. شركة بلو هوست فهي معروفة، لست أنا يعني أول واحد أول شخص يقوم بشرحها، بل هي معروفة. بالنسبة للتمبلت فلديكم كذلك موقع انفاتو ماركت كما تشاهدون هنا، سيكون عليه يعني بعض التخفيضات الرائعة والجيدة، كذلك يمكنكم التوجه إلى كما تشاهدون إلى هنا. مثلا لدينا
الووردبريس يمكنك أن تبحث عن القالب المناسب الذي يناسب الثمن الخاص بك. كما تشاهدون هنا لدينا تخفيضات رائعة وجيدة جدا. كما تشاهدون هذا القالب كان سعره بصفر ب 39 دولار، أصبح يعني ب 19 دولار. كما تشاهدون ستجدون يعني عدد الريفيوهات كما تشاهدون وعدد المبيعات التي تمت يعني أو الأشخاص الذين قاموا بشراء هذا القالب هنا كما تشاهدون. إذا هنا يمكنك اختيار ما تريد أو البحث عن نوع القالب حسب نوع المحتوى الذي ستقدمه أو الذي ستقوم بالعمل عليه. يمكنك الاطلاع على جودة القوالب يعني بالحصول على فكرة من الريفيوهات التي تأتيها وكذلك من عدد المبيعات التي حققتها. مثلا هذا القالب هنا حقق 5800 مبيع كما تشاهدون هنا. كان سعره التمبليت 59 دولار، أصبح الآن 29 دولار. هذا عدد الريفيوهات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بشراء هذه التمبليت وقاموا بالعمل عليها. إذا يمكنك الاطلاع على كل هذه التفاصيل. سأترك لك يعني الروابط في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. إذا كنت شخص يعني أول مرة يشاهد القناة الخاصة بنا، أدعوك بالضغط على زر الاشتراك وكذلك زر لايك لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.